صحيح يا استاذ يا غبي. حليتك والمرمى فاضي يا ابو شوقي. يا شيخ مهونة اللي متابع لوني قلبه ابيض قلبه ابيض. هذا مقلب إذا 500 عند حتشوف إذا 1000 ريال وكلوني 500. طيب ما في 250 على أساس. أنت حتشوف الحلقة الماضية ما في. لا روح على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده حتتحدوا مع بعض. العفر الغريب هذا. أنا بس بايك. ست لاعبين لعبوا مع مدريد ومانشستر يونايتد. يلا خذ حد مدريد وأعطيني حد مدريد. يعني نفس اللعيبة لعبوا هنا وهنا؟ آه. لا يا شيخ. طيب هذه ثلاثة هنا ثلاثة هنا ولا كيف؟ ما فهمت. تحدوا مع بعض لو واحد يجيب خمسة وواحد. يلا انا اعطيك بكم. حلو واحد هذا واحد. يلا انا اعطيك عندك كريستيانو رونالدو اثنين. في هذاك المدافع يعني لعب. طيب فران ثلاثة تجيب فران بك مدافع. فران ثلاثة هو هذاك هاينز لعبت؟ لعبت؟ الا اسمع سجل عندك سجل عندك دي ماريا بس يلا الا اتوقع هاينز باقي واحد باقي واحد 2 hours later اعطيكم